أنت بحاجة إلى عبادة الله ولا تكمل لك سعادة. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه العبودية، يقول: لا تتم للعبد سعادة إلا بعبادة الله، ولا عبادة لله إلا بعون من الله عز وجل. فاحرص عبد الله، فاحرص عبد الله كما سلف، لأن الهلع والحرص على هذه الدنيا عظم في مثل هذه الأيام. إذا سألت الله عز وجل أمرا لا بد لك منه من أمور الدنيا، فاسأل الله أن يكون هذا الشيء معينا لك على طاعة الله، ولا أن يكون قاطعا لك عن الله عز وجل. لما؟ لأن الإكرام كما قال ابن القيم رحمه الله ليس مداره على أن يوسع الله لك في الرزق وفي الدنيا. يقول: لا، قلت كما قال عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعطي أولياءه ويعطي أعداءه. فيقول: ليس الإكرام من الله، ليس مداره على الرزق وعلى سعة، لا، الإكرام من الله للعبد بالتوفيق لمحبته وطاعته ورضوانه، والخذلان والإهانة من الله للعبد أن يضله وأن يعرض العبد عن ربه عز وجل. ولذا ماذا قال عز وجل؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه بالنعمة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يقول هذا إكرام من الله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهان، كلا. ليس الأمر كما يتوقع الناس، أن توسعة الرزق فيها إكرام من الله، وأن تضيق الرزق فيه إهانة، لا، قال كلا. ولذلك يقول رحمه الله، يقول: يعطي الله عز وجل الكافر النعمة لا لكرامته، ويضيق على العبد التقي رزقه لا لإهانته، لكن هذا ابتلاء بالنعمة وهذا ابتلاء بالمحنة، فمن صبر فله الأجر وله العاقبة الحسنة. فدل هذا عبد الله على أننا بحاجة إلى عون من الله وتوفيق من الله عز وجل لأن يعيننا على طاعته وعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.